بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في حاجه عجبتني جدا الاتحاد الجزائري كان عاملها، او الجمعيه الوطنيه او اي حاجه بيسموها هناك في الجزائر، وهي ان مجيد بوجره هو المدير الفني للمنتخب الجزائري للمحليين، غير ان في بطوله افريقيا للمحليين هتقام في الجزائر. طبعا احنا هنا عندنا في مصر مفيش حاجه اسمها بطولات محليين، وكان احنا باشا مشاركات بالفريق الاول بس، ما عندناش احنا الكلام بتاع المحليين والكلام ده. اما في الجزائر والمغرب فلا، مهتمين جدا بموضوع المحليين. مجيد بوجره ناس كتير كانت مستنياه يعلن الاسماء بقى، قول يا مجيد، قول هتاخد مين معاك كاس العرب، خصوصا ان الجزائر بقى فيها عقليه دلوقتي وهي عقليه الانتصار، ان المنتخب الجزائري فريق اول، فريق محليين رايح لبطوله علشان خاطر ياخدها. يعني هو مش رايح قطر عشان خاطر يمثل كده تمثيل مشرف. العقليه دي اتغيرت من زمان عزيزي، هم خلاص رايحين دلوقتي وحاطين تارجت ان احنا ناخد البطوله، هناخدها ملناش دعوه باي حاجه، حتى لو معانا في المجموعه مصر ولبنان عادي هناخد برضه المجموعه، مفيش اي مشكله، هناخد برضه البطوله كده كده هناخدها. طب ما جيت بوجره دخل الخناقه دي او دخل الحرب الشرسه دي بمين؟ ما جيت بوجره واخد دعم من السيد جمال بالماضي للعيبه، مفترض ان هم عناصر اساسيه في الفريق الوطني الاول. جمال بالماضي قال له خدهم معاك يا معلم لو عايزهم البطوله بتاعت كاس العرب، احنا كلنا واحد والتارجت بتاعنا واحد، وهو ان احنا ناخد اي حاجه معديه جنبنا، كاس افريقيا، كاس العرب، اي حاجه يا باشا. فحرس المرمى رئيس وهاب مبولهي، وهو واحد من العناصر الاساسيه للفريق الاول المنتخب الجزائري، عبد الرحمن مجادل ومصطفى زغبه، وخط الدفاع جمال بالعمري، جمال بالعمري، ومهدي طهرات وايوب عبد اللاوي وحسين بن عياده، واحد من اكتر اللعيبه اللي جمال بالماضي بيعتمد عليه في التغيير الاول او التغيير الثاني ليه. ففي لعيبه اساسيه ولعيبه احتياطيه موجودين، ايمن بوجره، محمد توقاي، الياس شتي، وعبد القادر بدران. الياس شتي ده بتهيألي بتاع الترجي. خط الوسط مهدي عبيد، سفيان بن دبكه، زكريا دراوي، حسام مرزيك. خط الهجوم طيب مزياني، بغداد بنجاح، امير سعيود، ولدنا يا اخي امير سعيود ده، تحس اللي هو لسه لحد دلوقتي جمهور الاهلي مش نفس ضربه الجزاء الغريبه اللي هو لعبها، بس سعيود من اللعيبه اللي كانت موهوبه جدا بس كان بيتدلع جدا، اتمنى ان هو يكون بطل موضوع الدلع ده. ياسين ابراهيمي واحد من عناصر الخبره طبعا، يوسف بلايلي، زكريا بوتمان، مروان زروجي، وهلال سوداني. ثواني بس، هو مروان انا عايز اعرف مروان زروجي ده، هو مروان زروجي ده اخو، نعم ما طلعش اخوه للاسف، ما طلعش اخو رامز، لا ما طلعش اخو، هي كلها. طب نشوف اسمه ايه ده، طب نشوف بوجره ده تاني، اخو مجيد ولا لا؟ معلش انا اول مره اعرف بصراحه الحاجات دي، اول مره اعرف اسامي اللعيبه دي، واول مره اعرف كل حاجه عن اللعيبه دي، فعايز اعرف ايمن بوجره ده اخو مجيد ولا لا؟ ايمن بوجره هو في ايه نادي؟ انا اول مره اعرف نادي برادو ده يا جماعه، او تقريبا كده تم استبعاد مهدي عبيد واتحط مكانه ياسين تتراوي لاعب برادو. بص يا جماعه، الواحد ملوش علاقه كبيره جدا بالدوري الجزائري، بس بصراحه القائمه اللي مجيد بوجره دي قائمه محترمه جدا، قائمه كانت تربي طموحات الجزائريين. والله وفي خناقه جامده في البطوله السنه دي، لان منتخب مصر رايح فيرست، السعوديه رايحه فيرست، تونس رايحه فيرست، كل الفرق اللي مفترض ان هي بتحاول تحسن التصنيف رايحه فيرست، وطبعا الفرق بتاع الخليج هتكون كلها رايحه بالفيرست، لان ما عندهمش برضو منتخبات محليه. فاخواننا الجزائريين واخواننا المغاربه بس هم المهتمين بموضوع المنتخبات المحليه ده، اما الباقي كله كلنا رايحين فيرست يا باشا، وعلى الله التسهيل. ونتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى يا جماعه ان مباراه مصر والجزائر في بطوله كاس العرب للمحليين تعدي على خير ومن غير تعصب ومن غير اي حاجه يا جماعه. ونتمنى معلش لو عجبك هذا الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك يابا. بس بصراحه اكتر تصريح كان استفزني جدا تصريح مجيد بوجره، لما قال ان انا كلمت اللعيبه اللي ما خدتهمش معايا وشرحت لهم الموقف. مجيد انت مش مطالب انك تعمل كده، انت مدير فني للمنتخب الجزائري، خدت اللي خدته خير وبركه، اللعيبه اللي انت ما استدعيتهاش خلاص تحتاجهم في وقتهم، انت مش مطالب انك ترد على الاعلام ولا مطالب انك تكلم اللعيبه، بس بما انها شكلها التجربه الاولى ليك يا مجيد كمدير فني، فاغلط براحتك واعمل كل اللي انت عايزه براحتك عزيزي. لا تنسى انك تشترك في القناه لو الفيديو عجبك برضه.